عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية، يعلم الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق لدى محاكم بجاية، أميزور، سيدي عيش وأقبو بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب هذه الحرائق وكشف المنتسبين. وفي حالة ثبوت الطابع الإجرامي والتخريبي سيتم التخلي عن الملفات لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بسيدي محمد.